بالنسبة لي حظر التجوال. أنا أقول يعني في المرحلة الحالية إحنا نرتئي إن عدم يعني الحاجة لنا في حظر التجول، ولكن منع التجول ما زال من الخطط اللي أثبتنا فعاليتها. هل سيتم الحظر ولا لا؟ أنا أتوقع هذا كله يعتمد على ما يستجد من موضوع الفيروس الكورونا. فأنا بترك الموضوع حظر التجول إلى أن يأتي اليوم إذا لا قدر الله احتجنا إليه، لكن الوقت الحالي لا أرى الحاجة إليه. بالعكس أنا أكدت عليه أن أحد أسباب وجود هذه الحالات بين العمالة هي فعلا تجمعهم في مساكنهم، هي هذا أحد الأسباب. فحتى حظر التجول لن يمنع حدوثه، لأن إذا حظرت التجول الأشخاص نفسهم يكونوا متجمعين في نفس المنطقة، يعني ما سويت أنا شيء. دائما الناس تتكلم عن حظر التجول وكأنه هو يعني أشد أمر لازم نسويه، كأنه هو الحقنة أو هو الدواء اللازم اللي إحنا نقوم فيه. أنا أعتقد يعني فعلا هو مهم، ولكن هي طبيعة وقياس الوضع هو اللي أهم. فالحركة عامة أو الاختلاط أو غيره كذلك من الأشياء عامة المهمة. فالقصد أن ليس يعني حظر التجول هو أحد الأدوات اللي ممكن تنظر فيه في أي وقت، ولكن بعد هناك تخفيف الكثافة اللي موجودة أو تقليلها من الأمور كذلك المهمة. فلما أشوف أن في وضع في كثافة عالية جدا، قد يكون حظر التجول ليس هو المناسب في وقته، ولكن المناسب في وقته تقليل هذه الكثافة، التوزيع، تقييم حدة الاختلاط. كثير عامة من الأدوات استخدمت في الأيام اللي راحت قد تكون بالعكس كانت هي أكثر شدة. فأنا ما بغيت أن يكون في هناك عدة أساليب، لكن توضع بالأهمية للفريق الوطني في الاختيار في قضية أنا والله اليوم حظر تجول أو تقليل من تجمعات أو حصر بالنسبة حق مساكن أو تقليل كثافة. فهناك كثير من الأمور الاحترازية عشان احنا نوضحها ما يكون هناك في يعني انقاص في ذلك، هي عبارة عن خليط من ذلك يقرر على حسب المعطيات.